أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وافق مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس على طلب الإفراج المؤقت عن الناشط السياسي كريم طابو الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه. وأدين طابو وهو رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد عقوبة عام حبس نافذ بتهمة المساس بمعنوية الجيش. كما وافق قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد اليوم الخميس على طلب الإفراج المؤقت عن الناشطين السياسيين سمير بالعربي وسليمان حميطوش مع إحالة ملفهما إلى محكمة الجنح. كريم طابو، سمير بالعربي، سليمان حميطوش وأمير البراوي أسماء ناشطين من الحراك الشعبي خارج أسوار السجن بإفراج مؤقت بعد قبول القضاء طلبا تقدمت به هيئة دفاعهم. الجزائر خرجت الديمقراطية، خرجت الديمقراطية. خطوة لقيت ترحيبا من قبل ناشطين وحقوقيين. خطوة إيجابية نثمنها، لأنه لا يعقل أن يحاسب من يبدي آراء في إطار حرية التعبير دون أي شبهات بالخيانة أو غير ذلك، يعني أن يكون مآله الحبس. الآن يعني السلطة القضائية بإفراجها عن الكثير من المناضلين باستعمال يعني الإجراءات الجزائية المسموح بها قانونا، وبالخصوص يعني إجراء وقف تنفيذ العقوبة الجزائية المنصوص عليه في المادة 593 من قانون الإجراءات الجزائية. ويأتي الإفراج المؤقت عن هؤلاء ضمن مساعي التهدئة للسلطات قبيل ذكرى عيد الاستقلال الموافق للخامس من يوليو، بغرض تخفيف حالة الاحتقان وتوفير أجواء هادئة برأي المتابعين قبيل عرض المسودة النهائية للدستور في الأيام المقبلة. إجراءات تهدئة سواء من طرف السلطة أو حتى من طرف الطبقة السياسية أو حتى المعارضة أو شخصيات المعارضة، هذا كله يتجه في اتجاه واحد، وهو أننا كيف نصل إلى تقريب وجهات النظر والجلوس إلى طاولة الحوار وخلق ذلك الجو للدخول بشكل عميق في مناقشات مسودة الدستور والإصلاحات التي ستأتي بعدها، بمعنى أنه بعد تصويت على الدستور رايحين داخليا على ورشات كبيرة وإصلاحات كبيرة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر عفوا رئاسيا في حق 6 سجناء من نشطاء الحركة الشعبي ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية. بعد العفو الرئاسي في حق 6 مساجين من الحركة الشعبي، يأتي الإفراج المؤقت في حق أبرز الناشطين، ما يعد إشارة من السلطة برأي متابعينا نحو تغيير في التعامل مع المعارضين السياسيين، وخطوة نحو توفير مناخ من التهدئة في أعقاب الاستجابة لمطالب الحركة الشعبي. محمد جراد، الحرة، الجزائر.